المنتج ثم هيتحسن يعني الموقع. انت عندك، انت عندك ارضيه ملاعب فيها مشاكل، عندك طيب مستويات فيها مشاكل، ما هو انت، ليه ليه اسعار اللعيبه غاليه كده يا باشمهندس بالمناسبه؟ ما هو دي لان هي لها علاقه ببره، بره برضه نفس الفكره بتلاقي. وبعدين اللي رفع الاسعار معظمها الاهلي والزمالك، انا بكلمك كده بالامان. الاهلي بيدي 25 و15 مليون، انا بدي له هنا 5 مليون، بيقول لك الله اشمعنى انا الاهلي على الاهلي بيدفع يا سيدي بلاش 15 8 مبالغ. الاهلي هو السبب، الاهلي والزمالك، بس الاهلي عنده امكانيات، انا ما عنديش امكانيات. هو كل اللاعب اللي جاي وهو فاكر نفسه انه هيبقى احسن من اللي بيلعب الاهلي، عنده حق. ايوه ما هو برضه هو بيلعب، برضه هو برضه ما بيلعب، مفهوم. هو عنده حق. الوسط كله بينافس انه ازاي يزود سعره. مين اكثر الانديه اللي كانت متعاونه مع حضرتك وقت توليك المسؤوليه في وسط الازمه الماديه دي؟ يعني ما حدش ساعدنا في اي مبلغ، لكن لو كده بالكلام الحلو لا كلهم ساعدونا الحقيقه يعني. كله دعم بالكلام طبعا الحلو. كلام طب جميل. على مستوى اللعيبه، على مستوى لا الصفقات، كله برضه، حتى الاهلي والله عرض عليا والزمالك عرض عرضوا عليك عليا مين؟ الاهلي والزمالك. والله. كان ايامها كان في بعض اللعيبه الشباب والكلام ده، رامي ربيعه ومش عارف كم لعيب كده كان مخاف وكان ممكن يجوا كذا بس ما خدناهاش بجد يعني. المواضيع كلمت انا كذا مره يعني لما اتقابلت مع الخطيب وكذا، كان الراجل قال لي تحت امرك في اي حاجه الحقيقه. وبرضه نفس الشيء الست المستشار مرتضى منصور قال نفس الكلام. علاقه الاهلي والاسماعيلي جماهيريا ليه دايما بشوف انه كل واحد بيتكلم على النادي التاني باعتباره ان هو ده انا عندي مشكلة معاه؟ والله دي مشكلة أزلية. هو بص، الجماهير كرة القدم برضو، الجماهير اللي أنت شايفها عاملة هيصة ديت، مش هم دول الجماهير الحقيقية اللي بتمثل الأهلي ولا الزمالك ولا الإسماعيلي. العلاقات بين الأهلي والإسماعيلي والزمالك كلها علاقات جميلة جدا، على مستوى الإدارات طبعا على مستوى اللعيبة مظبوط. والناس كلها. لكن في بعض الفئات اللي هي بقى متعصبه والكلام ده، ده كله في كل الانديه، في الاهلي في الزمالك في الاسماعيلي كده برضه بيقعدوا يشتموا في الاهلي ويشتموا وفي الزمالك ونفس الشيء. يعني القله القليله جدا الضاله اللي هي بتبعد عن المسار الحقيقي للكوره والرياضه، التعصب اللي بنسميه التعصب بالظبط يعني. ده هو ده اللي سهل. لكن الجماهير مش هي دي. هو النهارده لو انت بتشوف الاهلي ليه مثلا 30 مليون مشاهد، هتلاقي مين بيتعصب؟ بيتعصب ب 2 3 مليون. 2 3 مليون دول حاجه جامده جدا، عدد يعني لما تشوفهم ماشيين في الشارع يهزوا بلد. ايوه انت واخد بالك؟ مظبوط. يعني او نص مليون او كذا او 100,000. فانت دول اللي انت شايفهم، لكن الباقي كله ما بيقول كويس. العلاقه كويسه بيننا وبين الاسماعيلي وبين الاهلي يعني، ما انا مش شايف فيه مشكله. قول لي عندك ايه اخبار؟ طلبت يبقى في توأمه مع بيراميدز؟ والله انا عرضت هذا. ما فيش مشكله، بس يعني بيراميدز بحكم ان هو طبعا المستثمرين بتاعه اماراتيه وكذا والملاك بتاعه، فلو كان انا عرضت كذا قلت لو بيراميدز هو كمان ده انا كلمت كمان عارف كم فيوتشر انك تعمل برضه توأمه مع فيوتشر. ايه نوع التوأمه؟ الاستفاده تبقى عامله ازاي؟ التوأمه يا سيدي يبقى في توأمه بشرط ان هو في يدعمنا شويه واحنا ندعمه بلعيبه، وهو ياخد مننا من الناشئين واحنا ناخد منه شويه فلوس، يعني العمليه تبقى ماشيه. مفهوم. هو الهدف منه ان انا ابقى انا في حد يتبنى ليا، يتبنى الاسماعيلي برضه. انا عايز راعي للاسماعيلي، فانا عايز ملاك بيراميدز وملاك فيوتشر رجال الاعمال المصريين الهمام يجوا يدعموا النادي الاسماعيلي. ما احنا عرضنا، انا اتقابلت مع ده بشكل ابراهيم. رسمي تواصلت معاهم؟ انا اتكلمت، بقول لك ابراهيم العرجاني مره وكلمته على اساس انه يجي، وكان قبل ما امشي باسبوع قال لك ايه؟ لا قال لي والله الراجل بيحب الاسماعيلي وعايز اجي ونعمل لسان، والراجل عايز يعمل شهور. بس بعد كده انا مشيت بقى، ما كانتش في فرصه.